السلام عليكم الإخوان الأخوات. المرة هذه كما عرضتكم في الفيديو اللي قبل من هذا، باش تكتشفوا هذه المدينة يالوها، وهي مدينة قريبة من مدينة اسطنبول، تقريبا واحد 48 كيلومتر عبر البحر. الجولة غادي بدينا هنايا منطلقين من واحد الحي سكني، يعني واحد الهدء مطلق، وغاديين في اتجاه ديال البحر، ديال بحر مرمرة، الكورنيش ديالها، وفي نفس الوقت هو شاطئ. اللي هي الكورنيش، هذا البلاصة يعني فيها قهوات، فيها أماكن ديال الترفيه بالنسبة للأولاد، ترجمة
هنا وسط المدينة، أيوة المحلات التجارية. مقاهي، مطاعم، إلى غير ذلك. فين المساجد ديال هاد يا لوغا؟ لا كلهم السمسار. Thank you.
الشيخ علاجني بالمرصة شو كله نقيت مدينة هادئة توجو لها بزاف خليجيين باش هما نيت اللي حركوا شويه الاقتصاد ديالهم شاريين العقارات داكشي باش يتشكاو الاخرين المحليين ولا يطلع لهم العقار ولكن الناس الاقتصاد كيقول لك هما اللي حركوا عاود الاقتصاد السعوديين الاماراتيين الكويتيين العراقيين ومدينه هذه كيجيو لها بزاف المتقاعدين كاين المتقاعدين اللي كيشريو اللي جلسوا اللي شراو هنايا في هذه المدينه هذه مدينة في الحقيقة هادئة وقريبة لإسطنبول بشي ما كملاش 50 كيلومتر في ساعة ساعة وسبعين تقريبا على البيت على العبارة واحد الساحة ديال الحمام القطط كلشي واكل تما كتشوفو يعني هاد الدولة كلشي واكل الطيور الكلاب القطط كلشي فين موزي كتلقى كيعطيهم ما ياكلو هذا بحال داكشي ديال كازا ديال الدار البيضاء الحاج الحسن الثاني اللي كيشري الدواجن الزراع ولكن بالليل كيكون شويه الشعر كتكون بدا في انيمو انا السخايه فين يشربوا الناس اللي ضر الرجال عفوا اللي ضر العطش ما جايبش مثلا قرعة الماء ولا يجي يشرب هنا ما عندهم حلو مزيان ورخيص ماشي بحال المغرب فرق كبير بيننا وبينهم لان كنشوف داكشي اللي كيتخلص في الماء الماء رخيص عندهم لا الماء ولا الضوء ولا البترول غازوال ليسونس رخص منا فرق كبير هذا واحد ستاتي ديال عثمان كما تيقولوا له عثمان هذا اللي نفتح هذا البارك ديال ميجو هذا المدخل وين شتا الشي متوقف تاريخ تموز 1302 في بداية القرن الرابع عشر عثمان بيج من 6 تموز 2011 هي لوفا يعني هاد الستاتيوت دار 27 2011
نفس الذكرى ديال هاد المصيب ديال واحد النهار البحر ديال المرمرة thank you.
احنا دابا الفنان اكبر سوق عندهم ديال الخضار مارشي فيه جميع الانواع ديال الفواكه الخضار عندنا. واحد النوع ديال الفلفلات مديره مهبطه Thank you.
هذه النهاية ديال هذا الفيديو. إلى فيديو مقبل إن شاء الله. ودائما غادي نبقى نجيب لكم الجديد من تركيا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وفرجة ممتعة.